السلام عليكم، يعطيكم العافية. طلاب اللغة الإنجليزية، معكم الأستاذ منير. إن شاء الله راح ناخذ قاعدة الماضي المستمر. تمام؟ شو يعني الماضي المستمر؟ إحنا مثلا لما كنا نحكي عن المضارع المستمر، يعني هو يلعب الآن. الآن في الماضي بيصير هو كان يلعب. تمام؟ يعني عبارة عن فعل مستمر في الماضي. تعالوا نشوف كيف نصرف الأفعال بالماضي المستمر. تمام؟ عندنا الفعل مثلا play، يلعب، نحكي I was playing. تمام؟ إذا تتذكروا في المضارع كنا نحكي I am playing، صح؟ الآن في الماضي بدأت تصير I was playing، يعني أنا كنت عم بلعب. تمام؟ فعل مستمر في الماضي. الآن اليو كنا نحكي you are playing في المضارع، صح؟ الآن شو بتصير؟ you were playing. تمام؟ we were playing، they were playing. تمام؟ كنا نفس الشيء نحكي you are playing، we are playing، they are playing. الآن تحولوا. تمام؟ I was playing، أنا كنت ألعب. You were playing، أنت كنت تلعب. We were playing، أنتم كنتم تلعبون. They were playing، هم كانوا يلعبون. عفوا، we were playing، نحن كنا نلعب. تمام؟ إذا نضل عندنا ضمائر المفرد. He was playing، هو كان عم بيلعب. She was playing، it was playing. تمام؟ يعني هي كانت تلعب. وهون لغير العاقل بدك تحكي مثلا انه القطة كانت تلعب، الكلب كان يلعب، إلى آخره. تعالوا نشوفوا الأمثلة مع بعض. I was watching TV. تمام؟ إذا أنا كنت عم بشاهد التلفاز. تمام؟ إذا هي الجملة الأولى، القسم الأول من الجملة ماضي مستمر، يعني أنا كنت عم بشاهد التلفاز، يعني هذا المشاهدة كانت مستمرة في الماضي. تمام؟ when she called، عندما اتصلت. تمام؟ لاحظ هون في عنا when بمعنى عندما، وهي من دلالات الماضي البسيط. تمام؟ فدائما السؤال بيجي بالامتحان القسم الأول، إما راح يجيك was أو where والفعل في ing، والقسم الثاني بس بدك تحط ed للفعل، او اذا كان تصريف غير منتظم بتصرفه بالتصريف الصحيح. تمام؟ تعال نشوف هون when the phone rang. تمام؟ اذا الفعل ring شو بصير تصريفه؟ تصريفه بصير rang. تمام؟ يعني اتصل. نرجع when the phone rang، ولاحظ بعد when اجى الفعل verb to، يعني ماضي. تمام؟ ماضي بسيط وليس ماضي مستمر. تمام؟ الماضي البسيط عبارة عن حدث صار بالماضي وانقطع. تمام؟ ما له أثر. إذا when the phone rang، عندما رن الهاتف، she was writing a letter، وهذا هون الفعل اللي بدنا إياه من القاعدة. she was writing a letter، يعني هي كانت عم تكتب رسالة. تمام؟ إذا يعني على فعل تصريف الفعل she لأنها مفرد أخذت was، والفعل write ضافوا له ing، لاحظ ing آخر شيء ing، يعني عندما رن الهاتف هي كانت عم تكتب رسالة. إذا وين الفعل المستمر؟ إنه هي كانت عم تكتب رسالة في الماضي. تمام؟ عندما رن الهاتف. تمام؟ طيب تعال نشوف الامتحان مع بعض. طيب هون في عنا وين، بعد وين حكينا بيجي ماضي بسيط. تمام؟ إذا هون شو بده يكون القسم؟ القسم الأول راح يكون ماضي مستمر. إذا I was sitting، والفعل هون لاحظوا بينتهي بحرف صحيح وقبله حرف علة. تمام؟ فراح أضاعف الحرف الأخير. تمام؟ I was sitting وبضيف الـ ing. I was sitting in a cafe when you called، أنا كنت جالس في الكافيه عندما اتصل. تمام؟ إذا الفعل المستمر إنه هو كان جالس في الكافيه، وبعد الـ when مباشرة إجا الفعل ماضي verb to ضفنا له ايدي. تمام؟ فعل كول يتصل او ينادي، فعل منتظم. تمام؟ when you مباشرة بعد when you يكون ماضي بسيط، اذا بدي اضيف للفعل ايدي، والفعل اصلا بينتهي بي فراح اضيف له بس اي. when you arrived، عندما وصلت، at the party، who was there. تمام؟ who was there، يعني عندما وصلت الى الحفلة من كان هناك. تمام؟ إذا تعمل هون تشيك بيعطيك الإجابة صح، تعمل هون تشيك بيعطيك الإجابة صح. تمام؟
طيب نشوف هون سوزي، وفي عندنا هون الفعل بين أقواس watch a film when. تمام، بعد وين حكينا شو بيجي؟ ماضي بسيط، إذا هون شو بده يكون؟ ماضي مستمر. الآن سوزي اسم بنت يعني مفرد، تمام؟ يعني شيء هي، تمام؟ إذا سوزي شو راح تاخذ؟ واز ولا وير؟ واز، إنه مفرد، تمام؟ شو حكينا هون؟ نرجع، تمام؟ شي واز بلاينج، بالفعل بلاينج، تمام؟ إذا شي بتاخذ واز. عندنا الفعل هون واتش، إذا سوزي واز واتشينج أفيلم وين شي. الآن هير شو تصريفه؟ تصريفه منتظم، راح نضيف بس حرف الدي، تمام؟ إذا سوزي واز واتشينج أفيلم وين شي هيرد ذا نويز، يعني سوزي كانت تشاهد الفيلم عندما سمعت الإزعاج. نعمل تشيك. يا سلام يا سلام. يسترداي امبارح، هي من دلالات الماضي البسيط مباشرة. يسترداي اي ونت، اذا الفعل جو شو بيصير تصريفه الثاني؟ ونت. جو يذهب، ونت ذهب. يسترداي اي ونت، ذهبت تو ذا لايبرري، الى المكتبة. بعدين نيكست، هي سلسلة الاحداث اللي اخذناها، سلسلة الاحداث اللي اخذناها بالماضي البسيط. لما نحكي عن سلسلة احداث نستخدم ماضي بسيط. نيكست اي، شو التصريف الثاني من هاف؟ بصير هاد، تمام؟ Next I had a swim، تمام؟ أول شيء رحت على المكتبة، بعدين سبحت. Later ولاحقا، تمام؟ I met، إذا التصريف الثاني من meet يقابل. I met، قابلت جوليا for coffee، قابلتها عند القهوة أو لنتناول القهوة بهذا المعنى، تمام؟ تعال نشوف. إذا هذا المثال كله إجا ماضي بسيط، ما إجا فيه شيء مستمر، تمام؟ يعني ذهبت، حصلت، قابلت، تمام؟ وي تمام. لاحظوا عندنا وين، اذا شو راح يكون هون؟ فيرب تو. اذا هون شو بده يكون؟ ماضي مستمر. اذا وي، وي شو حكينا؟ شو راح تاخذ؟ وي وير، احسنتم. اذا وي وير، والفعل بلاي، بلاينج تنس. وين جون هارت هيز انكل، تمام؟ تمام، we were playing tennis when John hurt his ankle، تمام؟ يعني كنا عم نلعب تنس عندما، تمام، عندما John hurt. شو معنى hurt؟ يعني أصاب كاحله، تمام؟ ankle يعني الكاحل، تمام؟ يعني إجته إصابة أو آذى كاحله، تمام؟ من اللاعب، تمام؟ إذا شو التصريف الثاني من hurt؟ يبقى كما هو، تمام؟ ما بنضيف له ايدين لانه الفعل غير منتظم، يبقى كما هو، تمام؟ اذا احنا كنا عم نلعب تنس لما جون انصاب في كاحله. الان هون في عندنا سؤال، تمام؟ القسم الثاني، شوف لاحظوا عندنا ماضي، تمام؟ It was really noisy، يعني كان حقا ازعاج، تمام؟ فهون شو السؤال راح يكون؟ What الآن في عندنا they. they شو بتاخذ؟ was ولا where؟ من ضمائر الجمع، صح؟ إذا they حكينا بتاخذ where، تمام؟ فبالسؤال راح أبدل بيناتهم، راح تصير where أول شيء. what were they، والفعل do بدي أضيف له عندي. doing at 10 p.m. last night، يعني شو كانوا عم بيعملوا على الساعة 10 في الليل الماضية؟ it was really noisy، يعني كان حقا إزعاج. تعال نشوف هون بس نشيك، صحيح صحيح هون، صحيح، تمام. شو كانوا عم بيعملوا الساعة 10 بالليل؟ تمام، بكون جارك عم ببني الطابق الخامس، ما بتعرف شو عم بيعمل، عم بيزعجك. It was really noisy، يعني كان حقا ازعاج، تمام. It was really noisy، كان، شايف it was، كان حقا ازعاج، تمام. نشوف الجملة السابعة، لاحظوا هون وين، اذا شو القسم الاول دي يكون؟ هي شو بتاخذ؟ واز ولا وير؟ واز، والفعل بين اقواس تيك، نضيف له اي ان جي. بنت هي بحرف عله، بنحذف الحرف العله، بنضيف اي ان جي، تمام. هي واز تيكينج ا شاور وين ذا تليفون رانج، تمام. اذا هو كان عم بياخذ شاور، كان عم بياخذ حمام، عم يتحمم، عندما رن او عندما الهاتف رن، تمام. هي واز تيكينج ا شاور وين ذا تليفون رانج، تمام. نعمل تشيك.
طيب في حال إذا أنت مثلا غلطت بالجملة، تمام، أعطاك غلط، فبتعمل شو؟ شو بيعطيك الإجابة الصحيحة، تمام؟ الجملة الثامنة، نفسها بس حاطين الفعل بي، تمام؟ إذا هي was being in shower، أو عفوا he was in the shower when the telephone rang، يعني هو كان في الحمام عندما رن التليفون، تمام؟ هو كان في الحمام عندما رن التليفون. الفعل بي ما بحطه، يعني هو ما بحطه he was being، تمام؟ يعني هو كان عم بيكون في الحمام، تمام؟ بصير لأنه الفعل بي أخو الفعل was، تمام؟ he was being، تمام؟ when مباشرة بعد when شو بتيجي للفعل؟ إيدي. when I walked into the room، يعني عندما مشيت داخل الغرفة، everyone كل واحد، تمام، was working، تمام. إذا بعد كلمة every دائما اللي وراه بيجي مفرد، تمام، everyone was working، كل واحد كان عم بيشتغل، تمام. نحل آخر واحدة، it was a day last September، تمام، يعني كان يوما في سبتمبر الماضي، تمام. the sun was shining، يعني كانت مشرقة، تمام. and the birds were singing، والطيور لأنه جمع أخذت were، كانوا عم بيغنوا. I was walking along the street، وأنا كنت ماشي في الشارع، تمام، من خلال الشارع. when I met، مباشرة شوف لاحظ عندنا هون when، اللي قبله كله إجا إيش؟ مستمر، تمام. when I met an old friend، عندما قابلت صديق قديم. old friend يعني كان متعرف عليه من زمان، تمام. وهيك راح أترك لكم الآن الموقع عشان تكملوا باقي الجمل، تعملوا ممارسة عليهم، وإذا حابين تكتبوا الأجوبة بالتعليقات ما عندي مانع. الله يعطيكم العافية، بتمنى لكم يوم سعيد، إن شاء الله تكون فهمتوا القاعدة، وأشوف وشكم بخير. يلا السلام عليكم.